الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الاثنين 14 تشرين الثاني. مباراة كرة قدم رمزية بمطلب لإلغاء المادة 522 بمشاركة عدد من المراسلات من مختلف وسائل الأعلام، أيضا مسرحية أنت عمري للممثلة روان حلاوي على خشبة مسرح مترو المدينة وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن زياد مئاتي نائب رئيس جمعية وان لبنان، لنحكي معه عن تجمع جديد لفنانين لبنانيين بوان لبنان يونايتد فور تومورو ب 25 الشهر من خلال حفل موسيقي وأكيد أهداف ونشاطات الجمعية. وأيضا ضيفتنا الفنانة منال ملاط لنحكي معها عن أول حفل غنائي لها بمسيرتها الفنية. اليوم مثل العادة قبل كل هالمحطات، محطة مع مصلحة الأرصاد الجوية، اليوم معنا مدام منى عمر العزة. صباح الخير. صباح النور، كيفك اليوم؟ ماشي الحال، تفضلي. كيف مبلشين هالأسبوع؟ اليوم ما في تغيير، يعني اليوم مثل امبارح في استقرار بدرجات الحراره وراح يكون غائم جزئيا الى غائم، يعني ما حيتغير شيء اليوم. بكره في انخفاض بدرجات الحراره، بيكون اغلب الوقت غائم. انخفاض الحراره خاصه بالبقاع والجبل ممكن يصير في ضباب على المرتفعات، احتمال لرذاذ خلال الليل، يعني ليل الثلاثه الاربعاء. الاربعاء غائم جزئيا الى غائم مع ريح ناشطه ممكن توصل ل 45 كيلومتر بالساعه. احيانا توصل ل 60 كيلومتر بالشمال، صوب الشمال، انخفاض اضافي بدرجات الحراره، كمان بيرافقهم رذاذ خلال النهار، يمكن تتحول خلال الليل هيك لامطار متفرقه بيرافق احيانا برق ورعد. الحرارات اليوم على الساحل مثل امبارح، مثل ما قلنا ما في تعديل، بين 13 و25، على الجبل من 16 ل23، الأرز من 11 ل19 وبالبقى من 10 ل26. الريح سطحية أغلب الوقت رح تكون شمالية غربية لشمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. الرؤية متوسطة أحيانا بتسوق على المرتفعات بسبب الضباب. الرطوبة على الساحل بين 40 و85%. البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة الماء 24 درجة. نعم، يعني في أمطار كتير خفيفة. صحيح. خلال الأسبوع. مظبوط، ليل الثلاثة الأربعاء. بين شيء أمطار شوي أقوى بعدين؟ صراحة لحديت هلا ما في شيء، يعني من هلا لأربع أيام هولي هني بس. تأخرنا شوي، لا؟ هلا التأس مش بين متل. تشرين وتشرين صيف تاني. صيف تاني. مظبوط، يعني نحن بكرة بنرجع بنحكيكم باتصال جديد، يعطيكي ألف عافية. الله يعافيك يا رب. صباح الخير جو. صباح الخير لك يا المشاهدين يلي عم بيتابعونا، رح نعمل جوله على ابرز عناوين الصحف. وبعيدا عن السياسه، اليوم الماراثون هو العنوان الرئيسي هالموضوع يلي تناولته تقريبا معظم الصحف يلي صدرت لليوم. إذا يوم الاثنين 14 تشرين الثاني بنبدا مثل العاده مع عناوين النهار. ماراثون الحكومه نقطه الوصول بعد ايام، سباق مع الاستقلال وتسابق على الحقائب. لقاء بري والحريري كان ممتازا ومصادر الاول تتوقع حكومه الجمعه. الرئيس المكلف يعد صيغتين احداهما من 24 والاخرى من 30 وزيرا. ضمن أسرار الآلهة، يلزم وزير ملك الصمت منذ فترة حتى أمام القريبين منه، حرصا على إبقاء كل حركة الاتصالات والمفاوضات سرية. نقل مقرب من نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس إنه يفضل المشاركة في حكومة ما بعد الانتخابات لأنه لم يتحضر للعودة والاستقرار في لبنان حاليا. بعد الاستياء الأرثوذكسي، تحضر مجموعة كاثوليكية لبيانات رفض تقاسم حصص الطائفة بين السياسيين الموارنة من دون استشارة مرجعيات الطائفة. ساءت العلاقة كثيرا في إحدى المحطات بين مدير فيها وصاحبها الذي يصر على مهاجمة الفريق السياسي للمدير. وبختم النهار ضمن الافتتاحية بقلم نيلة تويني ومقالتها اليوم بعنوان خدعة القانون الجديد للانتخاب. إلى عناوين السفير، الحكومة تتقلب والحريري لا تلزمه الثنائيات، اقتراحان لمعالجة عقدة القوات. تركيا تقترب من الباب والمسلحون يستخدمون الكلور. معادلة سورية للرئيس الأمريكي الجديد وتظاهرات تتواصل، ترامب متمسك بالجدار وطرد 3 ملايين مجرم.
مقعد الجنرال الكسرواني للجنرال، انتخابات محامي بيروت، تفاهمات لا تحالفات، فوز صعب لحلف الموالاة، الشام نقيبا لمحامي طرابلس، وبعنوان أخير مزارعو الموز يشهرون غضبهم مهددون بالإفلاس. من السفير جولتنا منتابعه مع عناوين صحيفه الحياه. ترامب يتعهد طرد 3 ملايين مهاجر فورا. اوروبا تدرس الاعتماد على النفس بعد اهتزاز اسس العلاقات عبر الاطلسي. درع الفرات تستعد لدخول مدينه الباب، تهديد شرق حلب باسلحه عاليه الدقه. الجيش العراقي يستعيد نمرود درة الحضارة الأشورية، التقشف يجبر داعش على تقليص رواتب إعلاميه. السيسي يشيد بتجنب دعوات التخريب. الحكومة اليمنية تقبل سلام الشجعان. تونس تضبط جبخانة أسلحة في شارب الراجل قرب ليبيا. ماراثون مستوزرين لحقائب الحكومة اللبنانية. وبختم بقلم غسان شربل ومقال بعنوان نحن والرجل الغامض. منتابع جولتنا مع عناوين المستقبل يلي نشرت صورة رئيسية من الماراثون لمشاركة الرئيس الحريري يلي انطلق وسط المشاركين بماراثون بارح، وإلى جنبه ببين رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو، وأيضا رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سيمون أبي رميا. وبالعناوين ماراثون حقائب والحريري يتطلع إلى الأمام، بري الخلاف مع رئيس المستقبل أصبح وراءنا. الصورة الرسمية لرئيس الجمهورية، عنوان الصورة على شمال الصفحة للرئيس ميشيل عون، وصورة رسمية اللي اعتمدت. وفي عناوين أخرى، قتل إيرانيون في سوريا بينهم ضابط في الحرس الثوري. أوروبا تواجه أكبر تهديد أمني منذ الحرب الباردة. تشييع للجنتل محمود عبد العزيز. قانون الانتخاب والسياسة الخارجية تحديان في انتظار الإطار المؤسساتي. فوز مرشحي المستقبل والأحزاب في الشمال في انتخابات نقيب المحامين ونقابة أطباء الأسنان. قوت العائلة وكل يهون. قوى الإنتاج تحدد أولويات الحكومة العتيدة اقتصاديا واجتماعيا. السلطة تحذر ترامب من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وبعنوان أخير نمرود في عهدة الجيش العراقي والمعارك تشتد في شرق الموصل. منتابع جولتنا من عناوين المستقبل إلى عناوين صحيفة الأنوار، وبدورة نشرت صورة للرئيس الحريري عم بيطلق إشارة انطلاق أحد سباقات الماراثون ببيروت مبارح. الحريري يعرض على عون سير المشاورات لتشكيل الحكومة. الجيش الحر يقترب من معقل داعش بريف حلب. 47,000 مشارك في ماراثون بيروت. مسلح يقتل شقيق زوجته في طرابلس. الرئيس الأمريكي المنتخب سنطرد 3 ملايين مجرم، تظاهرات لليوم الخامس ضد ترامب. القوات العراقية تحرر نمرود وتواصل تطويق الموصل. بالأخبار الاقتصادية، أوبك تشير إلى ازدياد فائض النفط في الأسواق. وبختم مع قلم المحلل السياسي ومقالته لليوم نظريتان في ظروف ولادة الحكومة الجديدة. من الأنوار جولتنا متابعة مع عناوين صحيفة اللواء. الماراثون الحكومي عودة إلى صيغة 24. عرض حزب الله يسبق عرض الاستقلال، والرابي تطالب خليل بتصحيح أدائه في المالية. حوار حكومي يرافق الكرنفال الماراثوني. وأيضا اليوم في اللواء وبقلم صلاح سلام مقال بعنوان أين لبنان والعرب على خريطة ترامب. حزب الماراثون هل يدخل الوزارة؟ قوات درع الفرات على أبواب مدينة الباب. النظام يحكم حصار حلب ويمهل المقاتلين 24 ساعة للخروج. محمود عبد العزيز رأفة الهجان وداعا. وبعنوان أخير أكد عزمه التحالف مع روسيا والأسد. ترامب يتعهد بطرد ملايين المهاجرين. من اللواء إلى عناوين صحيفة البلد بالعنوان الرئيسي مسودة خلال ساعات وتفاؤل بحكومة قبل الاستقلال. ترامب يهادن موسكو والأسد. وبختم مع الصورة الرئيسية ماراثون العهد الجديد. ومن بعد البلد الصحف باللغات الأجنبية وبترجمة لعناوين The Daily Star. الحريري يعمل جاهدا لتشكيل الحكومة قبل الاستقلال. ثوار سوريا المدعومون من تركيا يصلون إلى الباب معقل داعش. وبعنوان أخير العراقيون يدخلون أشهر البلدات الأثرية القديمة.
من ديلي ستار إلى لوريان لوجور، بيروت تنبض من جديد على وقع الماراثون. فكرة مجلس وزراء من 24 وزيرا تأخذ طريقها. وختاما، تكريم للوريان لوجور، مقاومة ثقافية ضرورية في وقتنا الحالي. إلى عناوين صحيفة الشرق، 48 ساعة ب24 وزيرا. ترامب سيطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين فور دخوله إلى البيت الأبيض. بري التمديد للمجلس نحر للعهد. 11 دولة عربية تشكو إيران في الأمم المتحدة. وأيضا عالمة لبنانية تكتشف دواء للشلل. وبختم مع عون الكعك ضمن رأي الشرق، لا تستسهلوا تحذير بنك مون. ومن الشرق إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط، خادم الحرمين يتقبل تعازي القادة في الأمير تركي بن عبد العزيز. الغضب الشعبي يتجاوز صنعاء، والانقلابيون يردون بالاعتقالات. اجتماع إسلامي في مكة لبحث الاستهداف الحوثي لأول الحرمين. أول ضحايا ترامب المهاجرون غير الشرعيين. تصاعد قلق أوروبا من إدارته، وأوباما يسعى لطمأنتها. الحريري، سباق لبناني على الحقائب الوزارية. الجميل يناشد عون منع احتكار أي فريق قرار لبنان. ومنوصل إلى الجمهورية، المحطة الأخيرة ضمن جولتنا على عناوين الصحف، وبعنوان الرئيس العودة إلى خيار حكومة 24. هذا ما حصل بين بري والحريري. ترامب يميل إلى العسكر، ولبنان محمي أمنيا واقتصاديا قبل أن تنتهي صلاحية جرعة الأكسجين. فرنسا تحيي ذكرى اعتداءات باريس وتمديد الطوارئ. وبصورة رئيسية، الرئيس الحريري عم بيشارك بماراثون بيروت امبارح. ومعها الصورة بنكون وصلنا لختام جولتنا على عناوين الصحف. بريك أول وبنرجع منتابع مع الأخبار الثقافية والفنية. خليكم معنا. جولة على أبرز المواعيد الثقافية والفنية. واحتفالا بعيد الاستقلال، بيدعي مركز الصفد الثقافي برعاية قائد الجيش العماد جان أهمجي إلى حفل بعنوان أطفال شهداء الجيش يغنون الاستقلال، بمشاركة نحو 30 طفل من شهداء الجيش. وبيحيي الأمسية الفنان سعد رمضان. الموعد نهار الجمعة 18 الشهر بالمركز بطرابلس. واللي هو حبي سحرني بعيونه، سحرني بعيونه، على هذا الزين ما نصبر، لا لا ولا نقدر نعيش من دونه، نعيش من دونه. غيته انا انا من قلبي، واللي هو حبي سحرني بعيونه، سحرني بعيونه. ألاقي زيك فين يا علي، عمل مسرحي سبق وشهدناه على خشبات المسرح، وأواخر الشهر الحالي رح نرجع نشوفه لمدة 4 أيام. العمل بيتناول قصة فلسطينية حقيقية بتخبرها وبتسردها صاحبة القصة الممثلة رائدة طه، ومن إخراج لينا أبيض. والعروض بيعود ريعة لعمل المؤسسة غسان كنفاني الثقافية من 24 ل 28 الشهر بدار النمر كليمونسو الساعة 8 المساء. نزلونا هيك وحطونا قدامه. بعرفوا هذا، كان يجي عند علي أبوي بالبيت. ابني الأهلي اسمه أبو عمار. تعالوا يا امامي، حملنا احنا الثلاثه وحطنا على حضنه وصار يبوس فينا. انتو دلوقتي بدعوة من الجمعية اللبنانية للتوحد عاشا خيري، بيحيي الفنان ماتشو خضر بفيلا سرسو ب 17 الشهر الساعة 8 المساء. أمسية واحدة بكازينو لبنان بتجمع أسماء فنية مع الفنانة اليونانية ألكساندرا كارافاس، الموسيقى شرب الروحانة، وجوقة القديسة رفقة بقيادة الأخت مارانا سعد، يوم السبت المقبل 19 الشهر الساعة 8:30 المساء.
هالامسيه اللي رح نشهدها بكازينو لبنان هي بدعوه من مؤسسه شرفان، واكيد ريع الحفل بيعود لها. ايضا متابعين معكم وللسنه الثالثه على التوالي او ضمن برنامج زكي نصيف الموسيقي يلي بتنظمه الجامعه الامريكيه ببيروت، موعد مع الفنانه مي نصر وفرقتها يوم السبت 23 شهر بحرم الجامعه الساعه 8 المساء. للسنة الثالثة على التوالي بيعود نشاط وان لبنان، الحدث يلي بيجمع عدد من النجوم اللبنانيين تحت شعار ليبقى الاستقلال عيد، ومن أبرز المشاركين آلين لحود، زياد بورجي، غسان الرحباني، ناجي القصة وغيرهم. الموعد ب 21 أو ب 25 شهر الساعة 8:30 المساء بالبيال، واليوم رح نلقي الضوء أكثر على هالحدث بضيف وبنحكي مفصلا عنه. هيدا اذا كانت جوله سريعه على اقرب المواعيد، بنرجع لعندك جوال لحتى نشوف حركه السير لليوم. المعاون رؤوف ابو العز من غرفه العمليات المشتركه بهيئه اداره السير، معه بنعرف اكثر كيف احوال الطرقات لليوم بدايه اسبوع. مرحبا. صباح الخير يا هلا. كيفك؟ الحمد لله ماشي. عجقة على الطريق ايه؟ يعني لا اجمالا الحركة الصباحية مثل كل نهار تانين كالمعتاد. صحيح. تفضل. يعني حركة المرور الصباحية لليوم ناشطة إلى كثيفة، وخاصة على مداخل العاصمة اللي عم تشهد فيها اللي عم بيشهد فيها المدخل الشمالي حركة سير ناشطة على أوتوستراد جوني حتى نفق نهر الكلب. اوكي. وبترجع تكمل حركة سير كثيفة من دبي باتجاه النقاش انطلياس تباعا حتى الدورة الكارنتينا. نعم. بالنسبة لبوليفار سن الفيل عم بيشهد حركة سير ناشطة من نهر الموت باتجاه إشارات جديدة الاتحاد خباز، وكثيفة من الصالومة باتجاه الحايك نزولا حتى جسر الواطي. المدخل الجنوبي للعاصمة في حركة سير كثيفة على أوتوستراد الناعمي باتجاه خلدي حتى أنفاق المطار، كذلك خلدي الأزاعي. أما المدخل الشرقي عم بيشهد حركة سير ناشطة من كواع عريا نزولا باتجاه الجمهور، كذلك الامر بالنسبه لمحور الحدث جاليري سمعان شيفروليه. اوكي. اما بالنسبه لضمن شوارع العاصمه عم بتكون حركه السير كثيفه من المدينه الرياضيه باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم سلام، وحركه سير كثيفه على اوتوستراد الياس الهراوي جسر العدليه باتجاه ساسين الاشرفيه، واخيرا حركه سير كثيفه من تقاطع عمر بيهم باتجاه بشار الخوري تباعا حتى وسط العاصمه. أوكي. اجمالا هيدا فيما خص السير لليوم. والحوادث؟ اما بالنسبه للحوادث تسجل خلال 24 ساعه الماضيه 8 حوادث نتج عنهم 12 جريح. الحمد لله على السلامه، بنتمنى له يقوموا بالسلامه. اوكي. مخالفات سرعه الرادار؟ مخالفات الرادار 1033 مخالفه سرعه زائده. اكيد بنطلب من السائقين التروي والحذر اثناء القياده مع وضع حزام الامان وعدم تجاوز السرعه المحدده على الطرقات. اوكي. شكرا لك، نحن نشكر مداخلتك لليوم، واكيد بنحكيكم بكره، يعطيكم الف عافيه. بريك جديد بنرجع من بعده لاخبار صباح، خليكم معنا. صباح الخير. انتهى ماراثون بيروت مع وصول العدائين الى خط النهايه، ليبقى تشكيل الحكومه عالق بالكيلومتر الاول من ماراثون الالف ميل. فالسباق على الحقائب السياديه بين العدائين المشاركين ما عم بيسهل عمليه التاليف الوزاريه. سرعه تاليف حكومه ذي العهد الاولى مرتبطه بنيه كل الفرقاء للقفز فوق المحاصصه التقليديه بتقاسم قالب الحلوى الوزاري. ماراثون مقاتلين أو ماراثون سولو، هيك وصف بيك المختار الوضع بتغريداته، وكأنه عم بيقول إنما الأعمال بالنيات. أمام العهد الجديد ورشة عمل كاملة بالسياسة والاقتصاد ومشاكل الناس الإنمائية والاجتماعية، حتى لقوانين البالية يلي مر عليها الزمن
بحاجة لورشة تشريعية. المادة 522 يلي بتبرئ المغتصب إذا تزوج من المعتدى عليها منا إلا إهانة لكل النساء. بهدف الضغط لإلغاء هالمادة شارك عدد من المراسلات من مختلف وسائل الإعلام بمباراة كرة قدم لإلغاء هالمادة، ومن بينهم زميلتنا مي فرحات. تفاصيل أكثر عن هالنشاط اللي نظمته جمعية أبعاد منتابعه سوا مع زميلتنا رويدا الصفدي. القوانين المجحفة بحق المرأة لا يمكن إلغائها إلا برفع صوت والمطالب الحثيثة، وأسوأ القوانين المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني يلي بنص على تبرئة المغتصب بحال تزوج من المعتدى عليها. فشو بيقول الرأي العام؟ لا للقانون 522، لا لزواج المغتصب من الضحية. الاغتصاب هي جريمة، ما عادت قضية شرف وما شرف، ما حدا يسكت ولازم المجرم يتعاقب. إعدام اعدام. نحن ضد العنف ضد المرأة، نحن ضد الاغتصاب، ضد اغتصاب حقوق المرأة من جميع الجهات. هيدا شيء غلط كبير ولازم نحن نصلحه ونمنع هالشيء، وبدنا نلغي الفايف تو. وانا الاوان انه يتغير، مش المجرم تسقط جريمته لانه تزوج من الضحية. المطالبة بإلغاء هالمادة بدأ مع منظمة أبعاد يلي نظمت أولى حملاتها مع مراسلات لبنانيات أقاموا مباراة كرة قدم ودية مع بطلات لبنان بالميني فوتبول، ولأنه وجوه إعلامية شاركوا بهالحملة لرفع الوعي. وزميلتنا مي فرحات نزلت على الملعب وقالت لا لتشريع الجريمة. جايين لنعلي الصوت، صوت كل مرة عم تتعرض لكل أنواع العنف، إن كان جسدي إن كان لفظي، وخاصة هالمادة 522 أنا ما كان معي خبرها، ولما عرفت إنه في مادة بتنص وبتقول هيدا شيء استفزيت إذا بدك، وجاي أقول لكل مرة علي صوتك، ما تخافي من شيء وقولي لا لكل شيء بمس بكرامتك وبمعنوياتك. دول واحد فوتت بس كان حلو، ماشي الحال أول مرة بلعب فوتبول. لانه نحن عندنا هيدي النفذ لحتى نطلع على ناس يمكن اكثر، انه نكون صوت هيدي المراه اللي هي مظلومه الاوقات ما بتقدر تحكي. نحن جايين نعبر عن هذا الموضوع، نحن جايين نقول اليوم لا لهيدا القانون، نعم لا مش لتعديله لا الغائه، نعم لاعطاء المراه والفتاه كل حقوقها بالقانون اللبناني. لا يجرم، وبحالات معينه انه يتم تزويج الضحيه من مغتصبها، يعني هو مجرم رح يكمل جريمته على مدى الحياة. يعني اليوم عن جد حلو انه عم نضوي على هيدي القضية، قضية الغاء المادة 522 من القانون اللبناني بالرياضة يلي هي لعبة اكثر شيء بيتركز عليها بالذكور بشق الذكور. يعني بدنا نتشكر جمعية ابعاد على هيدي الدعوة اللي خلتنا نحن مش بس عم ننقل، عادة ننقل الخبر بنغطي الخبر، يمكن نحن عم نشارك بصنع الخبر اللي هو الحث الغاء المادة 522.
بروح رياضية بتحمل هم المرأة الضحية على كل الأصعدة، شاركت مي ويمنى فواز، جوزيفين ديب، رنين بخزام، رشا الزين وسحر أرناؤوط، وقالوا سوا من ملعب نادي السد لا لانتهاك حقوق المرأة. ليش مراسلات وليش فوتبول؟ الفريق يلي كان عم يلعب مع فريق المراسلات هو بطل لبنان بالفوتبول بالميني فوتبول، وهن سيدات جدا قويات، وعنا فريق المراسلات يلي هن عادة هن بينقلوا الخبر، بس هيدي المرة هن عم يصنعوا الخبر. طبايا المراسلات كانوا تمام، لا رحنا على البينالتي تعادلوا 4-4 ولا اخذناهم على البينالتي، يعني نطلع منه اكيد، بس بدهم بعد. بعيد عن الأمور يلي بتخص المرأة، رح ننتقل إلى مسرح مترو المدينة بعرض مسرحي بيمزج التمثيل بالرقص مع أداء الممثلة روان حلاوي. أنت عمري عرض بحكي جسد المرأة ومشاعرها وروحها ومخاوفها بمجتمع استهلاكي ما بيرحم. تقرير. على المسرح وبالحياة، وحدة عم بتواجه العمر والزمن اللي عم بمروا تاركين وراهن آثارهم، زمن الغدار اللي ما بيرحم الروح أو الجسد، واللي ما عم يرحم الممثلة روان حلاوي بدورها الجديد دور راقصة شرقية عم بتحارب السنوات اللي عم بتمر تاركي آثارها على جسدها، جسد ما إلها إلا غيره، جسد بتعيش كرمال تحافظ عليه وتهتم فيه، جسد عم بأمن لها لقمة العيش وعم بذكرها بجمالها وبأنوثتها بعمل مسرح جديد بحاكي كل امرأة واللي حمل عنوان انت عمري. لحظة قبل ما تفلي شوفي لي مبينين تشققات من عندك ما ترجع اكيد. طب السليليت حبيبتي من عندك ما ترجع. بتحكي عن راقصة شرقية محترفة، منها كتير متصالحة مع العمر، فكرة بعدها صغيرة بالعمر، يعني عمرها 37 سنة، بس بلشت تحس انه جسمها عم بيفرق، صارت خايفين انه الناس بطلوا يتقبلوها عم ترقص تحت هي بكتير اشياء بحياتها كرمال تحترف الرقص. ما كان حلم حتى من هي وصغيرة وعارفة شو بدها تعمل. روان هيك متحررة مع حيالها، متحررة مع جسمها، يعني حكيت اجمالا بالكواليس الراقصة شو بتحس والمرأة يعني بشكل عام. كلهم ما ينطفوا البراية. صراع بين شو بيودي هالنوع من المهنة مع نفسيتها الداخلية اللي هي حابة تحترم حالها. قادرة تناقش حالها لوقت طويل، حالة كل مرة عم تحكي ورائعة رائعة. كيف رح يتقبلوا الناس جسم ختيار جلده معزمز يطلع يرقصنا؟ ما حدا حيكون له نفس يطلع فيك. لك كيف بعد في وقت؟ مش عم بخلط المواضيع ببعضها، كله له علاقة بجسمي، هو هي انت كله له علاقة بجسمي. أنا بدي غار؟ أنا اللي الكل كانوا يموتوا غيري وأهلي مني، أنا بدي غار؟ أنا شو بدي أتقبل؟ من كتابة إخراج وتمثيل روان حلاوي، مسرحية أنت عمري بتمزج التمثيل بالرقص وبتسلط الضوء على معاناة امرأة وحيدة مع نفسها، امرأة عم بتمر عليها السنوات من دون رحمة، امرأة عم بتكافح لتفوز بحب حبيبها وتنتصر على الزمن، امرأة اختارت أنها تفرض نفسها على مجتمع تقليدي، امرأة احتلت خشبة مسرح مترو المدينة وحدها. أنا قلت لك ما تكرهني فيه، لما تكرهني فيه كرهتني فيه. تتناول مواضيع حساسة
حساسة كتير، يعني بتخص شخص بأشياء يعني سرية عنا وهي بتقولها على العلن. وكانت رائعة، كانت ممتازة، وأنا بعتقد أنه لازم حدا يكتب لها، ولازم يكتب لها رجال، وأنا هلا رح أعرض على وانا أنا يكتب لها. لبنان حدث عن جد صار ينطرل كتير من العالم لحتى صار للسنة الثالثة على التوالي. هلأ رح نحكي أكثر عن فعالياته مع زياد مئاتي نائب رئيس جمعية وان لبنان. أهلا وسهلا فيك زياد. أهلا فيكم. لتالت سنة عم بتحضروا وان لبنان، وهيدا السنة العنوان ليبقى الاستقلال عيد. اخترتوا انه يكون بوقت الاستقلال. مزبوط. السنوات الماضية ما كان هيك، ما كان بوقت الاستقلال. نحن اخترنا كجمعية انه تكون السنة عن جد تيبقى الاستقلال عيد، لانه نحن نتعاطى مع المدارس ونتعاطى مع التلاميذ ونتعاطى مع الشباب، وحسينا انه روحية الاستقلال ويوم اهمية يوم عيد الاستقلال عم تروح من راسنا، عم تروح من حياتنا ذهنية الشباب وهيدا. فقررنا السنة كجمعية انه نركز بالاخص السنة على عيد الاستقلال ونعطي معنى اساسي، انه اليوم عيد الاستقلال مش بس عيد لاستقلال وعيد تاريخي من عيد، مش بس فرصة من المدرسة، كمان من المدرسة، هو عيد ولادة لبنان الحقيقي، لبنان اللي عايشين فيه، هو عيد ولادة الأمة اللبنانية اللي نحن كلنا بننتمي لها. فنحن كثير مركزين السنة على ميلاد لبنان بهاليوم. كثير منيح. فإذا هي أول سنة بيكون الحفلة بهالمناسبة. واصريتوا على هذا الشيء. هلا نحن بنعرف انه وان لبنان يونايتد فور تومورو، كثير بيجمع من الفنانين كل الطوائف، كل المذاهب، كل الاديان، كل السياسات، الاحزاب، ما بعرف اذا أكيد. كل شيء، بس في اشخاص ثابتين، اشخاص بيروحوا وبيجوا، كيف بتجمعون؟ نحن وان لبنان بتعرفي اكيد هي صارت مثل، مش بس جمعيه، هي صارت مثل مدرسه او اكاديميه لجميع الفنانين اللي بحابين يشتغلوا سوا مشان لبنان ويغنوا سوا مشان لبنان. لانه احلى شيء عملوا وان لبنان انه خلى هالفنانين يتخلوا عن اشياء كثيره تيوقفوا سوا على مسرح واحد ويغنوا لكلمه واحده اللي هي وان لبنان يونايتد فور تومورو. ما في شيء حدا ثابت وحدا مش ثابت. اليوم نحن في مين الافيلبل، يمكن مين افيلبل، خاصه بتعرفي فتت عيد الاستقلال سفرات لبنانيه بكل المناطق او خارج لبنان بتعمل حفلات بمناسبه هالعيد، سو كثير من الفنانين ما بيكونوا موجودين، مثل جوزيف عطيه. اكزاكتلي، مثل جوزيف عطيه، توني ابو جوده وغيره وغيره وغيره. بس سنه عندنا فنانين كبار كمان مشاركين. الاسماء يلي اشمعنى عم بتكون كل سنه معكم مين؟ الين لحود، انتوني توما،
زينة دكاش. هن بيصروا انه يكونوا معكم؟ هن ايمانهم بلبنان وايمانهم برساله وان لبنان، لان وان لبنان هي جمعيته مثل ما هي جمعيه كل لبناني بهالبلد. يعني اليوم في ناس من استراليا عم بيحكونا انه نحن ناطرين مناطره يا ريت تقدروا تعملونا وان لبنان باستراليا. ايه في دبي نفس الشيء. في فكره اكيد، بس انت بتعرفي انه كمان التكلفه بدها عالية وبدها بادجت كبيره، وخاصة انه نحن اليوم واللبنان هو شقين، شق فني اللي هو بيعنا بقصة الانيوال كونسرت اللي بنعملها السنوية، الحفلة السنوية، والشق الثاني اللي هو اللي بنشتغل على المناهج التعليمية بالمدارس ومع الشباب خاصة. وهيدا التام يلي اخدينه السنة، لأنه بنعرف انه رايح هالحفلة كلها بيروح كل سنة لهدف معين، معين، والسنة هو لتعديل المناهج الدراسية لدعمها وبنفس الوقت تطويرها. بس من اي ناحيه؟ يعني في كثير جمعيات، في كثير ناس عم تشتغل على مناهج التربيه بلبنان، خاصه على التربيه على السلام. وان لبنان الحلو عندنا انه نحن بنشتغل عبر الفن وعبر الفنانين. يعني صار فينا ندرس جغرافيا ملحن؟ يعني لا مش جغرافيا، بس تدرسي كيف تعملي حوار بناء مع خيك اللبناني. عرفتي كيف تتدخلوا بهول القصص زياد؟ أكيد. يعني أكيد. مش انه بس بعطيكم هالمبلغ، لا انا بدي اعرف هالمبلغ كيف عم لا اكيد، لان احنا المبالغ اول شيء كلياته واضح، لانه نحن بيجي كل المبالغ تفوت على حساب وان لبنان، حساب وان لبنان مكشوف اصلا لاي حدا كجمعيه. نحن بيروح نسبه اللي بينجنى من الحفلات بتوزع على اول شيء دفع مصاريف الحفله، وثاني جزء بيروح لتطوير المناهج والترفيهيه. قد ايه سعر البطاقه عم بيكون؟ نحن بنبلش ب 30,000 اللي هي اول اللي هي اكثر شيء بتنباع اكشلي، لانه نحن هدفنا الشباب، وهي احلى شيء لانه بالسيركل ستاندينج وكون قراب للسليبرتيز وبتفاعلوا. يعني ما بقول لكم انا بشجعكم تحضرونا السنه بوان لبنان، لانه التفاعل بين السليبرتيز وبين الشباب شيء حلو كثير كثير. والسنه عندنا اسمين كبار، يعني عندنا الاستاذ وليد توفيق اللي هو من الجنريشن السابقه اللي غنى لبنان واللي غنى لارز لبنان وتحت ارزك يا لبنان، اليوم اجى للشباب يقول لهم الارز باقيه وانتم بدكم تبقوا بهالبلد وتكون تكفوا هالرساله معنا بوان لبنان. ونفس الشيء استاذ معين شريف كمان موجود معنا لاول سنه بوان لبنان. وفي اسماء كثير. طب صار هي نجيبوا هالاسامي الكبيره؟ اي ايه، لانه اخذ الحفله اخذ ضجه كثير كبيره ونجاحها عم بتل البلد، بس لان هي اكثر موجهه للشباب وحتى الفنانين عم بيكونوا شوي موجهه لكل افراد العائله اللبنانيه. الكبار لهم حصه، صغار لهم حصه، الشباب لهم حصه. اليوم نحن هدفنا كان انه بهالنهار اللي هو نهار فرصه او بهالمناسبه، مناسبه هيدا الاستقلال، نشتغل على موضوع واحد، انه اليوم نعيد لبنان سوا كعائله. البي والام يقولوا لاولادهم انه هي الاغاني كنا نسمعها نحن من 20 سنه ومن 30 سنه اللي كانت ترمز للبنانيتنا، ترمز لوحدتنا كلبنانيه. مثل شو يعني؟ يعني مثل الاغاني القديمه، مثل تحت ارزك يا لبنان، تسلم يا عسكر لبنان، وكل هالاغاني اللي نحن كجيلي والجيل الاصغر ما بنعرفهم. يعني عرفتي كيف؟ بقى اليوم نحن كله عم نرجعه، حتى ايماني احلى ايمان تبع ريمي بندلي، هول الاغاني اللي نحن ريمي اكيد حتكون موجوده واسه اليوم. خاصه عم شوف مايك ماسي مع انتوني توما بعتقد على البيانو. مين الصبيه اللي واقفه معرفه؟ صبيه بتكون اخته لانتوني، هي لا موجوده بفرنسا مش موجوده معنا. اوكي خلينا نسمع شوي، هيدا من حفل سنه الماضي. هيدا من قبل. الحدث الوحيد اللي ما بيكون فيه منافسه بين الفنانين ابدا ابدا. هيدا الحلو هي روحيه وان لبنان، وانا بدي وجه تحيه لمؤسسه وان لبنان اللي هي سوبرانو تاني اسيس، اللي كانت رسالتها الاساسيه هي انه انا بدي اجمع الفنانين، ما بدي اعمل شيء، بدنا نكون كلنا واحد. لانه الوقت الفنان يتوحد، يعني ما في افضليه لفنان، ما في افضليه ابدا ابدا، حتى بالاعمار حتى بالشهره ما في ابدا افضليه، كلهم بيقفوا على مسرح واحد عم بيغنوا غنيه واحده وعم بتشاركوا مع بعض. والحلو فيها بهالحفله الناس بتفكرها انه كلياتها بالعربي، لا نحن اكثريه جمهورنا بيجي من مدارس خاصه، بس كمان بيجي من مدارس رسميه. ناس بتحب الدبكه وبتحب التراث اللبناني، وفي ناس بتحب الراب، وفي ناس بتحب الفرنساوي، وفي ناس بتحب البوب،
في كل شيء اليوم، بس كله أكيد في له رسالة. معي خلينا نسمع تانيا. في أطفال عم بيشاركوا، يعني من هون يمكن روحية هالحدث يلي بيصير من صغير للكبير كله بيشارك. هيديك السنة كان الثيم أساسي تبعنا أنه نشتغل لأطفال شهداء الجيش، فرنا ضروري يكون في أطفال عم بيشاركوا على المسرح كمان. فخدنا أطفال من جميع يعني من أهم مدارس فيها كوراليت قوية، إن كان رسمية ولا خاصة، حتى رسمية لأنه تانية بتشتغل فولنتير لتطورهم، وكانوا ما بقلك السنة نبكي انه نشوف كورال من سور، وكورال من طرابلس، وكورال من جونية، وكورال من بيت الدين، كلهم واقفين مع بعض. الاكسان عم تختلف بين بعضهم، اللهجات عم تختلف بين بعضهم، بس عم بيغنوا كلياتهم غنية وان لبنان سوا، وبنفس الوقت اخر الحفلة لتشوفيهم كيف واقفين مع بعضهم عم they're exchanging numbers واتسابات وفيسبوكات وما بعرف. تعرفوا على بعض اكيد، تعرفوا على بعض حلو. وانا صاروا يقعدوا بعضهم انه بدي اخذك على طرابلس لفرجيك طرابلس، وبدي اخذك على السور، بدي اخذك على جوني، وكل هالاشياء يعني كانت عن جد بكتنا لانه اوكي. زياد كيف بتنسقوا سير الحفله؟ يعني مين بيطلع قبل، مين بيطلع بالاخر، هلا شو فيه هلا؟ هيدا اكيد بروجرام بيكون محطوط من قبل تتكونوا شوي منظمين. صراحه لك اياها، امبارح للساعه 3 الصبح كنا سهرانين مع تانيا والشبيب اللي عم يشتغلوا على البروجرام جهز، ولكن وصتني تانيا مثل ما وصاني البورد انه نحن دائما مفاجاتنا هي انه ما نعلن على البروجرام قبل. اوكي، بس على اي اساس؟ على اي اساس يعني؟ هو اساس واحد، نحن كل سنه يعني ثاقبتنا هذيك السنه عملنا مدلتين، تحيه لست صباح وتحيه للاستاذ وديع الصافي، بوجه تحيه لروحهم الخالده بقلوبنا. السنه ضروري يكون في شيء لملحم بركات. لملحم بركات موجوده مدله للاستاذ العظيم حبيب قلبنا استاذ ملحم بركات الله يرحمه، في اغنيه خاصه لإله، في مدلي خاصة لإله، سكشن معين، والحلو فيها أنه في بعض الفنانين اللي ما غنوا بيكون فنان واحد بغني؟ نحن على المسرح ما عنا مبدأ أن واحد يوقف على المسرح. مثل ما هلأ عم نشوف كمان دايماً بيكون في فنانين. أوكي، عم نشوف ملحم زين وتانيا أسيس من السنة الماضية. مظبوط، هيدي من السنة الماضية. خلينا نسمعهم. يعني عم نشوف ملحم زين، حكي انت الكاميرا عليك. عم نشوف كنا ملحم زين وتانيا قسيس، كيف عم كمل لك هلا فكرتك كمان. اوكي، على خشبه المسرح، ومثل ما قلنا ما في عرض لفنان واحد دائما. مزبوط. اوكي، على اي اساس كمان بتختاروا؟ يمكن حسب الاصوات، حسب الاصوات، هيدا الصوت بينبع حسب على يعني الغنيه اللي شفناها هلا هي غنيه وطني اللي غنتها تانيا بالاوبرا هاوس باستراليا، ومن الاغاني الحلوه اللي حبها ملحم كثير 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 بوقتها، وطلب قال لتانيا انه انا حابب كمان اكون عم غني هاي الغنيه، مع انه الطبقات كانت مختلفه بس كانت روعه روعه روعه، وكانت كثير حلوه وفي انسجام كامل. هذه السنه ما انه مشارك معكم ملحم، مسافر للاسف الشديد برات لبنان. طيب لما تقرروا مثلا تحطوا هيدا الفنان مع هيدا الفنان ما حدا بيعترض، او لما يكون في مرور لهيدا الفنان قبل هيدا الفنان؟ لانه نحن تقلق ليش كمان. عم بشدد على الموضوع لانه هذا الشيء كثير بيعني لهم للفنانين، مين بده يطلع قبل، مين بيطلع بعد، مين بده يفتتح، مين بده يختم. اول شغله بنعملها بوان لبنان نحن اتليست كبورد تتفقوا، نتفق انه نحن اليوم فايتين بغير نفسيه، بدنا نشلح هي الشابو اللي اسمها الايجو تبعنا، الماسك او الماسك، وبنفوت كلبنانيه. يعني انا اعطيك اكزامبل، بدي كمان وجه تحيه
لكثير من الفنانين اللي بقيوا معنا امبارح للساعه 1:30 2 الصبح. وبدي وجه تحيه كبيره خاصه لحبيب قلبنا ميشيل فاضل. ميشيل عم بيكون دائما معنا ميشيل. ميشيل يعني ارزه من ارزات وان لبنان الاساسيه. واعطيك اكزامبل ونحن بيجي بيقول لهم عادل يعني في بروجرام الكل حيطلع له دور والكل حينقي غنيه بحس حاله هو بيقدر يعطي ويوصل المساج تبعه. اوكي حكينا عن ملحم بركات انه في تحيه خاصه لروحه السنه بمدلي رح تجمع كذا فنان مع بعض ونحن كمان بنودي تحيه لروحه بنسمع لملحم بركات. عن الخسارة عن جد الكبيرة برحيل ملحم بركات يعني هلأ إذا بتسترجع أغنية يعني. عن جد بتقول إنه شو هال عن جد موسيقار يعني تارك إرث فني كتير وكنا عم نقول كمان إنه إجمالاً ما بتعملوا بوان لبنان مدلي لأشخاص بس لأنه هلأ إنه للأسف الظروف كانت منها أنت الماضي صباح ووديع صباح ووديع والسنة ملحم يعني خسارة كتير كتير قوية على لبنان على الصعيد الفني والسلام. مزبوط. عم نحكي عن ميشيل فاضل. ميشيل فاضل منحسه من مثل الأب الروحي للنشاط. مزبوط. ميشيل مع أنه صغير يمكن ما بيلبق له الأب الروحي. خير روحي. خير روحي. ذكر خير بيه الكل. خير الكل. خير الكل. نحن جمعية الكل يعني. لا ميشيل أكيد هو الخير الروحي هو يعني شو بدي أقول لك المايسترو الأساسي بكل التركيبة لأنه بيفهم على الكل. بعدين ميشيل من قلبه عم بيعطي من قلبه بيأمن برسالة وان لبنان. بعدين مش بس هيك وين ما بيروح ميشيل هو عن جد من أهم سفرة لوان لبنان ما بيحكي إلا بوان لبنان وبيأمن برسالة هالجمعية. سو التعاطي مع ميشيل هو غير أنه تعاطي بس وحدة هادي كتير يعني كتير هادي بيجبرك أنك تلتزم بقراراته يعني اكزاكتلي مع أنه مع هدوءه وتركيزه التام بيطلع منه أشياء ما خاص يعني رائعة يلا خلينا نسمع له من هالأشياء الرائعة عودين على ميشيل فاضل انه كل سنه كمان هلا بهالفتره كثير يكون ناشط خصوصا بعيد الميلاد وراح يكون هالسنه بالعزليه خلينا راح يكون ما راح يكون بالعزل يمكن لانه مكربه مش عم تسمعيني مزبوط سلام ميرسي ما راح يكون لانه راح يكون مسافر بس نوضح الموضوع وراح بتكون
عبير نعمة نعم. بتخيل رح تحيي الريسيتال محل ميلادي. كنت عم بقول الأغنية هي من كلمات الأغنية الموحدة لوان لبنان من كلمات وألحان مروان خوري. مزبوط. ما عم بيكون معكم مروان. مروان دايما معنا بكتير أشياء يعني دايما نحن هو مثل ما بنقول بينا الروحي بالنهاية بنتواصل معه دايما بكتير أمور بس مروان مثل ما عرفته أنه كان مشغول كتير وبعده مشغول بالأكاديمية اللي عملها مظبوط سو ما كان قادر ابدا يشارك بالكونسرت هذيك السنه والسنه اوكي خلينا نذكر الموعد ب 21 ليش شفنا على البانويت 21 نحن كان ب 21 لوضح للعالم انه كان ب 21 نوفمبر ب 21 نوفمبر بمناسبه ليله عيد الاستقلال بس بطلب من الجيش اللبناني انه بيكون في الباريد الاساسي لعيد الاستقلال حتكون المنطقه مسكره من 21 ل 22 بالليل سو العالم ما قادرين يوصلوا على بي اس حيقدروا يوصلوا فقررت الجمعيه انه ناجل ل 25 بيكون نهار جمعه كمان ويك اند سو بنشجعكم كلكم تجوا ثاني نهار ما في مدارس ما في مدارس وبنفس الوقت اللي طالع صوب الشمال او نزل تحت نزل على الجنوب مجبور يمرق من عنا بقى تعوا ما تعلقوا بالعجقه انبسطوا وربحونا جميله وتعوا زياد مئاتي نائب رئيس جمعيه وان لبنان نحن بنتمنى لكم التوفيق وبنتمنى نضل عن جد كلنا يونايتد فور باتر تومورو نحن بنشد على ايدكم بنسلم كثير على تانيا وبنتمنى لكم التوفيق ينعاد عليكم وعليكم يا رب اهلا وسهلا فيكم رح نتابع اكثر من 500 مندوب من 58 دوله ناقشوا على مدى يومين قضايا التنميه المستدامه ضمن المنتدى العربي للبيئه والتنميه AFED يلي انعقد بالجامعه الامريكيه، المنتدى حمل عنوان التنميه المستدامه في مناخ عربي متغير وتقرير بالإدو. في ظل التغيرات السياسية والبيئية الكبيرة اللي عم يشهدها عالمنا العربي ومع وجود 10 بلدان عربية من أصل 22 إما تحت الاحتلال وإما تعاني من حروب ونزاعات انعقد المنتدى العربي للبيئة والتنمية أفد بالجامعة الأمريكية تحت عنوان التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير وذلك لتحديد أطر وأهداف التنمية المستدامة اللي على الدول العربية العمل عليها خلال السنوات القادمة بطريقة غير تقليدية تقريرنا لحاطي رسالة إيجابية بيحاول يوضع خطة طريق تيساعد الدول العربية تطلع من المشكلة اللي فيها وتقدر تدمج أهداف التنمية الصحيحة بخطط إعادة الأعمار لأنه ما عندنا وقت نقول بدي أنا 10 سنين بسوريا تعيد الأعمار وبعدين بشوف شو بدي أعمل بالتنمية المستدامة أنا دايما متفائل ليه لأن فيه بشرية ضخمة بتتأثر بهذا الكلام فإزاي نسيب ولادنا وولاد ولادنا يعني يموتوا أو يقاسوا من المرض بدون ما نعمل حاجة فالتفاؤل ان هيبقى عندنا دايما يعني طريقه هنلاقي طريقه ان نتعامل بيها أكثر من 500 مندوب من 58 بلد ناقشوا على مدى يومين قضايا التنمية المستدامة والتحديات اللي عم تواجه الحكومات وجمعيات المجتمع المدني ولعل الفقر وغياب الوعي هن أكثر المشاكل اللي عم يوقفوا عائق أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة هنالك تحديات في الدول العربية وهنالك فرص وأهم طبعا هذه التحديات أن الصراعات والنزاعات القائمة في بعض الدول العربية لابد أن تتوقف وتنتهي كي تبدأ هذه الدول في وضع الإطار المناسب لتحقيق أهداف التنمية وفي مقدمتها هو استئصال الفقر وتوفير العيش الكريم لشعوب المنطقة طبعا في ظل النزاعات اللي موجودة في المنطقة العربية لن يتحقق تنمية مستدامة ولا حتى تنمية غير مستدامة فالتقرير بيؤكد على ضرورة يعني مواجهة قضية السلم وقضية وحل مشاكل النزاعات اللي موجودة في المنطقة نحن مشروعيين هالموضوع الخطر إن كان بالمدرسة إن كان بوزارة التربية إن كان بمركز البحوث وإن كان بوزارة البيئة ولذلك نحن اليوم عانينا السنة من أخطر مشكلة بيئية في العالم هي مشكلة النفايات بلبنان وقف التعامل مع البلدان العربية كقطعة وحدة وبدء العمل الجدي على تحقيق الأهداف المنشودة عنصرين أساسيين لوقف النزف العربي وفتح آفاق جديدة نحو التنمية
I can't stay still when there's that rhythm near me. Oh, so baby, the jazz hot, baby, what's holding my soul together? Don't know whether it's more. نتابع حلقتنا مع ضيفتنا تاني لليوم الفنانة منال الملاط. أهلا وسهلا فيك. كنا عم نشوفك ب Another Night on Broadway. هيدي السنة صارت. السنة الماضية كان في A Night on Broadway. One Night on Broadway. One Night. أول جزء. أوكي. وهلأ تاني جزء. والجمعة أول حفلة خاصة لإليك. Finally. Finally. ليش تأخرتي؟ بتعتد حالك تأخرتي؟ كل الناس عم تسألني هذا السؤال، ليه تأخرتي؟ لا، ما بعتبر حالي تأخرت. بعتبر حالي أخذت وقتي وحسيت أنه هلأ الوقت المناسب أني فوت بأول عمل لإلي خاص لإلي. Exactly. مع أنه عندك أغاني لإليك. مزبوط، بضمن فيلم تلتت وقتها طلعت ثلاث أغاني، ثلاثة سينجلز، وراح غنيهم بالحفلة كمان على طريقتي. بس ما راح يكونوا بس، يعني راح تقدمي ثلاثة سينجلز وراح يكون كمان في الباقي كوفرز مينلي. كفرز اغاني معروفه انجلش فرنش وعربي. العربي رح يكونوا لقلك، مش رح تغني exactly. ثلاث اغاني بس لكان خاصه لقلك. مزبوط، لحديت هلا ثلاثه. اوكي، اللي عم نشوفه هو مشاهد تي في سي الخاص، تي في سي الاوفيشال برومو تبع ديم ذا لايتس، هيدا اسم الحفله. يلا خلينا نسمع شوي. اوكي، نحن عم نشوف بهالتي في سي كل العناصر اللي رح بتكون موجوده بالحفله نهار الجمعه، من بيناتهم ذا سوينجينج سيسترز. ورح تكوني لابسه ابيض؟ ايه رح كون لابسه ابيض. كيف نقيتوا العناصر اللي رح بتشاركي كل حفله؟ اوكي، اول شيء ديم ذا لايتس هو عباره عن كل شيء بيعني لي، كل شيء اثر فيي، كل شيء شارك انه يكون هويتي الفنيه. The Swing Sisters هن كونسبت خلقني بضمن كاتس برودكشن. ما بعرف اذا سامعين بالانجو سيسترز، بوبيني سيسترز بنيويورك بالخمسينات، يغنوا اون هارموني كل الوقت. سو حبينا نخلق كونسبت هيك اسمه The Swing Sisters، مع انهم اخوه فورير بس كثير بيشبهوا بعض. سو كثير حلوين. ميرسي. ايه كثير حلوين وكثير يعني عندهم جمال بوتي، يعني عندهم بوتي بصوتهم كمان بادائهم، مشان هيك حبيت يكونوا موجودين معي بالحفله. هلا هن حيفتتحوا الشو اوبننج اكت، ما بعرف اذا حاضرين ذا برودواي اكت اجمالا ببريدون. سكر عندك اوبننج اكت بالاول قبل البرنسبل شو، سو هن رح يبلشوا قبل ما يبلش. يعني مش تقليديه ابدا الحفله. لا مزبوط. ايه فينا نقول هيك. بتحب تعملي هيك شو استعراضي؟ شو استعراضي، بس بنفس الوقت هلا مثل ما شفتوا محطوط انه في جيست بيرفورمرز، في سينجرز، في ميوزيشنز، في دانسرز، بس مش كل الوقت شو. يعني في تابلو واحد بيشبه يلي شفناه ب One Night on Broadway. ما كثير حاعطيكم تفاصيل لنترك السربريز، بس يعني باقي الشو اكثر انتيم، ديالوج انتراكتيف مع الاودينس. وقت لقيتي رح تكوني على المسرح رح يكون كمان في حدا غيرك؟ حيكون بنفس في جس الوقت. حيكون في جاست بيرفورمنس اكيد بكم محل. وحيكون في بيج باند، ثمان اشخاص، ثمان موسيقية. وكمان حيكون معي ضيوف موسيقية من برا كمان. من وين؟ فرنسا واليابان. اوف اليابان. ليه اليابان؟ بكون في ستيل اغاني بيلبق لهم اثنيك. ستيل فيري اثنيك، يعني ما في ستيل معين للكونسرت، هو فيوجن، هو بوكي بيجمع كذا انواع موسيقى، كذا لغه، يعني انجلش فرنش وعربي. مع انه عاده يلي بيكون خليني اقول مقلع جديد بيكون مهتم اكثر يعمل ستيل لإله، تام لإله، بس ما هيدا ستيل،
هيدا ستيلي، هيدا التامقلي. هاللي كان بدي اسالك اياه، يعني إيه؟ بالموسيقى تبعك اول شيء بالشو اللي رح تقدميه في ثلاث لغات صح. بالموسيقى في عده موسيقيين من كذا بلد، شو هويتك انت الفنيه؟ هيدا. شو هويتك؟ ايه اوكي. هلا اكيد عندك تام معين يلي هو الجراند تام تبع الكونسرت، هو اذا بتشوفي ديم ذا لايتس مانيل مالات اند ذا بيج باند. اوكي سو هو ستيل بيج باند، يعني في اغاني مش كلها جاز، مش كلها سول، مش كلها بوب، بس عم بعملها على طريقه البيج باند، عرفتي؟ اوكي سو يمكن ستيل شوي ابريد منوع، بس كمان هيدا هويه الواحد يقدر 100% يفوت بهيدا. في حدا بيشبهك من لبنان هيدا الستيل؟ في حدا بيشبهني؟ ما بعرف، هلا انا ما في، مش انا اللي بقرر، مش انا اللي بقرر تقريبا، يعني ستيل قريب اجمالا من... الناس اللي بتغني عربي واجنبي بنفس الوقت، بعتقد نحن بنفس الكاتيجوري. بس يمكن ما عملوا هيدا الكونسرت، يعني هيدا لا، في كثير ناس عملت، كثير ناس عملت بالكونسرت، يعني قدمت اغاني بالاجنبي مع انه يمكن هن غنوا عربي من الاساس، بس لا في ناس، بس بعتقد يعني اللي عم بحاول اعمله اني اعرف الناس عني. طيب تلتت، قلتي لنا انه غنيت ثلاث اغاني بتلتت صح؟ بدنا نسمع منهم وحده هلا بنرجع نكمل. يلا. انت وانا قصه هنا مكتوب باجمل كلمات، مرسوم مسكون حروفها من نور، لحنا اجمل نغمات، نشتاق ليك لمسك ايديك احلى الاوقات، عمرني بصور جزر ببحور معك، شو حلو الحياة. كنا عم نقول الاوبننج الافان بريمير تبع الفيلم كان بماي، كان بأفريل، وبلش العرض والريليس بخمسة ماي. مظبوط، شهر كتير حافل لك كل سنة هيك، يعني بالكازينو فيلم تلتت وهارد بيت كمان كان عنا حفلة الهارد بيت، ما بعرف إذا سمعتوا عنها. ايه طبعا مزبوط. كمان بالكازينو كنا بالكازينو، هلا صرنا ثلاث سنين ببيال لانه عم نكبر، عم تكبر الحمد لله. طيب اذا ما نرجع شوي لشو الكازينو، مش هين على اذا فينا نقول انت بعدك ببداياتك هيك تعمل هالفشخه كثير كبيره بالكازينو؟ ايه في خوف شوي؟ في خوف كثير، لانه اول شيء مثل ما قلت منا هين الواحد يكون على المسرح عم بيغني ويرقص ويمثل. مزبوط. وكمان هيدا ريسك، لانه مثل ما قلت لكم هيدا اول برودكشن لبنيس برودكشن عملت برودواي، يعني اجمالا بيجوا الفرق البرودواي المعروفه، او بتعليك او بدها تقشتك عليك ساباس وساكاس مثل ما بيقولوا بالفرنساوي. فكان ريسك كبير لإلي وللكل، وانا بدي ارجع هني لروي خوري كمان، بدي اوجه له تحيه لانه عن جد فعلا عمل شغل كثير حلو كثير كبير ريسك، بس عن جد يعني الجمهور كان كثير مبسوط وكثير دعمونا. طيب كيف بشكل سريع ما يخلص وقت، كيف لقيت المشاركه بتلتت؟ عم بتعقد بالتمثيل، بتعقد يعني كان انت دارسه تمثيل واخراج، بس خلينا نقول يعني ما تعديتي على المهنه. صح ايه دارسه تمثيل واخراج ولا كانت تجربه كثير كثير حلوه، واكيد برجع بعيدها هلا يمكن ان شاء الله اقدر فوت بالدراما سنه الجاي هون. كان في شي مشروع في خي برافو مبروك. خلينا نرجع نذكر انه ب 18 الشهر نهار الجمعه رح بتكون اول حفله خاصه لإلك بيد بالاس بالحمراء. يا ساعه 8 بيفتحوا البواب، 8:30 اول اوبننج اكت ذا سوينج سيسترز، ودم ذا لايت ببلش على 9. كثير منيح منال مالات، نحن بنشكر حضورك معنا، بنتمنى لك التوفيق. انا متشكره، برافو، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. اهلا وسهلا. نحن معك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، الختام بيكون مع تقريرنا الرياضي. بكره اكيد حلقه جديده من اخبار صباح، ما في تقرير رياضه، ما في وقت، نحن بنلتقي معكم بكره، بنتمنى لكم بدايه اسبوع حلوه وهاديه، بنشوفكم. باي باي.